هاي مبارك يا حبيبتي مريم من تبو حوار رجوعها على مولانا بعد اللي مبروك. السلام عليكم ورحمة الله. أراه كل حد وني بيكم يطلع وجد ستوري وعود سنابو ما هو معروف وعود أصلين هو من نفسه ما هو معروف ولهم سياسي. أنا ما نقدر نجير شو نمحي قاع بيجدي ما نقدر نمحيش بيجدي عالمي ودولة وقارة يا قير ما نقدر نسمي حد ولا نطلع على رؤوس الصدق. توما فهم أنا صاحب مواقف وحد أصحابتنا صحبوا الفوق وحد فويت منه قاع ما يعنيني وحد ما هو لي الطريق أصلا ما هو لي الطريق. أنا صاحبتي ردها راجلها واضح وباركت لها لكن دي شاد ما هو شاد انا ما يعنيني ما هو على حسابي انا التفت علي صاحبتي وقالت لي انا ردني راجلي وابو منيتش وباركت لها ولا ليت ولي صاحبه اللي كانت متخدمه ما باركت لها ولا ليت نجح صاحبه اللي في شي ما باركت لها ولا ليت نجح صاحبه اللي ما باركت له. واضح ماني عاني بي حد اخر بيدي ما يعنيني قال لكن حد اخر انا ما يعنيني ولا نقدر ندير شو نمحي محيط ولا سباب راي نعرفها انا وانتم ماكم مهمين عندي نشرح حالكم واني بيكم احبابي ريلاكس ما فترقت مدبارك بجامرك ما انا مش جابري انا تبقيت حاني قلت لك انتم ماك سامعني انا ماني مش جابري لماك انا سامعك ايوه انا ماني مش جابري شو داك بتحاني نفطر هو مو متأول نفطنت مو بخسر نهاري يا قارو هاي نقول لك شوف انا اللي خليتني مو بخسر نهاري بعد انا اللي نعرفك يا عمو منكم يدور استفسار انا ماني في موريتانيا واجع وباقي فيا بعد انا ما قط بقى فيا عني ماني في موريتانيا يكون الليل نعود ماني مع حبي بشي قريم منها دي مارس وحد منكم يدور اي استفسار يطلع النورة كاميرا راهية في قلب الحدث ومتواصلة وعالمة به من مذالها وانا علمت اللاقب وي يا جاني نانا والله نتقدم يا جاني نانا والله نتقدم بحر من عزت يا توبو نواكشو توبو